مساء الخير من الام تي في اللبنانية، نطل عليكم لنستقبل ضيفة كما الكاميليون، تتلون بالأدوار والأداء وحصادها نجاح وتفرد. حسناء إن قارنتها بأخريات ظلمتها، فهي المتفردة ومضرب المثل وبيت القصيد والخلاصة. سندريلتي أنا والعسل كارول سميحة. لازم انا غني زي العسل على قلبي هواك، يعني انت اكثر وحده زي العسل على قلبي هواك. احترامي. مساء الخير. مساء كارول سميحه. بتجنني ما شاء الله عليك. بعد بعدي لانه كارول ما شاء الله عليا، يعني احترامي. اشتقت لك. انا اشتقت لك كمان. تفضلي. نيشان، انا قلت بجي على البرنامج بلاقي على الدرج عندك، بلاقي الشو تبع سندريوم لقيته. وين هو؟ يعني انا بالحياه ما لقيت. بالرجعه من بلقى. بالحياه ما لقيت. بلكي بلاقيه معك. مادو حلي عالصوره. كيفك على تويتر؟ يعني شو بدي اقول لك، اول شيء الفانز جنين على تويتر، صار لهم اكثر من شهر. شكرا. شو بدي اقول لهم؟ بدي اقول لهم اول شيء هياني انا هون اليوم. مساء الخير اول شيء لكل المشاهدين بالعالم العربي ولكل الفانز على تويتر وعلى فيسبوك. ما رح يعني ما بعرف نيشان فيها نذكر الاسامي. ايه اذكري. انا عندي اسم الله. انا بدي اقول لهم لفرح وكارين وتيا وسلمى وسيزار وسيلين وفؤاد وتالين واسما. اسما بدي اقول انه اسما نجمي على تويتر والله. من فانز كارول سميحه من اسبانيا. فاروق مزبوط. وسام فاروق من معجبي اليسا بحبك كثير كمان. وسام. ساميا إيجير من أستراليا. ساميا من أستراليا. إيجير. ليندا. مصطفى. مغرب. ألجيريا. ثورة على تويتر. وبدي أقول إنه فيهم يتابعونا، يتواصلوا عبر آت نيشان تي في تويتر، آت أنا والعسل على تويتر كمان، وفيسبوك.com أنا والعسل. بدي أقول شير لشغلة مهمة، إنه من بداية البرنامج لليوم أنا والعسل عدد الزوار يلي زاروا صفحة الفيسبوك أنا والعسل 3,356,797 زائر، وهذا ما حصل بولا برنامج كاز. هذا دليل النجاح. الحمد لله. بدك تقولي شيء عن عاملين لك ريفولوشن، ثورة، عاملين إعلان، بحبوك كثير ما شاء الله. بدي اقول لهم شغله، اول شيء انا بعرف انه حبهم لإلي وحب الفانز لاي فنان بيكون بلا اي غايه. محبتهم بتعني لي كثير. اول شيء بوعى الصبح بحب اقرا شو بيكتبوا لي، بيعطوني فرح، بيعطوني اندفاع. وجودهم بحياتي كثير مهم. بحبكم كلكم وميرسي على كل شيء عم تعملوا لي. ومبروك لانه حسابك على تويتر صار فيريفايد. مزبوط. مؤخرا. يعني مؤخرا. مبروك. الف مبروك. ميرسي. ليه ما لقيت شو الحذاء سندريلا؟ انا قلت بركي بيجي على البرنامج بلاقيه على الدرج. بتلاقي انت بس اعملي اشاره ومليون واحد. ما لقيت شو بعد. انت بقصص اخذي جزء من سندريلا وبقصص لا. لانه كلنا شخصيتنا بين الواقع وبين الحلم. صحيح. كلنا بنحب نحلم والواقع اوقات بيكون مختلف. وين بتشبهي اكثر؟ بحلمها، بتمردها، بفارس البرنس تشارمينج يلي ممكن يجي على حصان ابيض؟ بتعرف هو يمكن اوقات بقول افضل انه الحلم ما يتحقق بكير، ليضل عندنا هدف بس مو على بكره. فما نتشائم كثير من فكره انه يكون عندنا احلام مش بسرعه عم تتحقق. هيدا الشيء بخلينا نكون محاربين. انا بحس حالي مثل الجندي بالجيش وعلى طول عنده كل يوم الصبح عنده مهمه بده يعملها. هيك باخذ الحياه. وين النعم والحاضر تبع البنت الشرقيه يلي الناس بيفرضوا كمان بالمجتمع الشرقي، بيقول في نعم وفي لا وفي لائحه فيهم. وقت ما تصيري مشهوره ونجمه واسمك يغزو العالم، في جزئيه المجتمع الشرقي نقطع السطر. والدليل كنت عم تابع البروجرام، انا اكيد مش كل الحلقات قدرت تابعهم، بس معظم الوقت بلاحظ كلنا اي فنان عم بيطلع على هالمنبر
دايما في عنا قد ما نكون صادقين وقد ما نكون صريحين دايما في هذا الحائط اذا بدك او التابو تبع المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه اللي بتحس فيه اوقات مواضيع اي ضيف بيصير يحوم حواليها بلا ما يقدر يقول رايه مباشره. هذا اللي بدي اجرب اليوم انا اكسره معك. بدك تكسري شوي؟ طب بلشي يلا. شو بدك قليلي انت؟ قليلي انت شو بدي اقول لك؟ قليلي قليلي شو بيطلع بدك تكسري اي تابو؟ بحس دايما انه بالمجتمع اللي عايشين فيه نحن خاصه المراه الشرقيه وحتى بالرجل اللي منفكر فيه ومنحسه وعبالنا نعمله مختلف عن اللي منعمله بالحياة. يعني عندنا نوع من انفصام بين اللي منحب نعيشه وبين اللي عم نعيشه. فسري لي أكثر من هالمحرمة مثلا الانفصام يعني كيف نحن انفصام ولا ازدواجية؟ ازدواجية. ما رح أقول انفصام كلمة كبيرة بتنحددها أكثر معك حق. ازدواجية في أمور معينة مثلا يمكن رح أعطيك مثال. تفضلي. بما أنه نحن هلأ بشهر رمضان ورمضان كريم على الجميع بحس في ناس بس لأنه لا مجرد أشكال اجتماعية لأنه لحتى نراعي الناس والمجتمع اللي احنا عايشين فيه منقول أنه نحن عم نصوم بس بكون يمكن هو بالحياة مش عم بيصوم مثلا عم بعطي مثل اذا بدك امثله صغيره ما ضروري نحكي دين فيها نحكي كثير مواضيع واللي بيكذب بالصين يعني بيكذب على الاخر بس وين بيروح من كل ربي. الاديان ما عم بحكي بس هلا حتى بالصوم خلينا عنا خليني بالميدان الابداعي الفني شو الفنان عنا هون بحسه انا محبوس شوي يعني انا بحس دائما الجمهور بيقول كونوا على طبيعتكم بيقولوا للفنان كون على طبيعتك كون مثل ما انت بالحياه وبس شي مره بيطلع على بروجرام وبيكون فعلا على طبيعته ما بيقبلوا الناس بتنفصمي كارول لانه في دراسات بتقول انه اي انسان بيعمل بالابداع لازم يكون عنده ازدواجيه ومليون شخصيه مش شخصيتين عنده ثوره عنده غضب على الحياه مش عاجبته الدنيا مثل ما هي ليه شو بده ما هو هيدا لانه بده يسجل موقفه بالحياة عنده رؤية الفنان الحقيقي عم نحكي الحقيقة عنده نظرة ورؤية للحياة بطريقة مختلفة من المجتمع بيشوفها انت بأي عمر قلتي ما حدا له سلطة علي انا المشكلة انه المراهقة عندي كانت صعبة ما هي ما اللي بيعرف كارول وبيعرف مراهقتها صعبة. بيعرف كنت متمردة من وين جايبتيها هلا اهلي اشخاص كثير هاديين مهذبين وانا مهذبه مش معناتها انا مش مهذبه مش هيك بقصد اذا بدك شوي تقليديين بس مثقفين يمكن هيدي الثقافه اللي سمحت لهم يستوعبوا ولد مثلي بالبيت التمرد بعتقد هيدا خلص بيخلق الانسان هاي الشخصيه بتخلق معه بحياته لا دائما موجوده عندي ايمتى باي عمر من عمر ال 15 14 16 كنت من المراهقين الصعبين قولي لي جملة قلتيها لأمي أو لبيك قلتي لهم أنا بدي أعمل هيك أول شيء أنا كان عندي رفض لكل شيء ليش الإنسان بيخلق رفض للدين رفض ل ليش الشاب له حق يعمل أمور بالحياة الفتاة ما بتعملها إلى آخره إلى آخره ملحدة كارو؟ لا ماني ملحدة أنا هلا بعتبر حالي حدا كتير مؤمن بس وصلت للإيمان من بعد تأمل كبير ومن بعد تعمق وأنا هيدا النتيجة اللي وصلت لها أفضل بكتير من إنه واحد يخلق ويكتسب الإيمان بس من العائلة نعم يعني أنا بالعكس كتير بحثت عن ربي ولقيته على طريقتي وكتير مبسوطة شو قليلي طريقة فعل قناعة بس كيف قليلي الطريقة كيف وصلت لربي بالخبرة بالتجربة بالحياة بس نكون بعمر صغير منفكر إنه كل شيء بدنا نلمسه هو الحقيقة كل شيء بتفسر هو الحقيقة بس كل ما بنختبر الحياة أكثر ومنلاقي إنه كل ما في أمور ما لها تفسير في شيء أكبر من هالتفسير أكبر من إنك تتفسر بتصير تفهم أكثر أكثر عمق الحياة وتفهم الله قولي لي شو قلتي لأمك ولبيك ما بدي شو غير الدين وغير أنا بعمر معين قلت لهم بدي فل من البيت قد كان عمرك؟ 18 شو قلتي لهم؟ بدي ليش انا بدي انا واثقه بعرف انا حدا كثير واثق بحاله بقراراته انا شخص مسؤول بقدر اتحمل مسؤوليه نفسي انا بدي حب استقل استقلاليه كان في ثوره طبعا هالشيء انرفض لانه بتعرف الاهل اول شيء نحن بمجتمع يعني كثير ما بيتقبل هذا الموضوع
بس انا لما رفضت هالشيء وكنت بدي اطلع مش لهدف بدي اعمل شيء بالمخفى او مش لهدف انه في شيء بده يصير، لا مجرد انت مع المساكنه. فكره المساكنه كارول ولا ضد؟ بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه لا، انا ضد المساكنه. ضد المساكنه لانه بغير مجتمع، بغير مجتمع اذا كنت انا ربيانه بغير مجتمع وبغير معتقدات بدي انتمي للمجتمع اللي انا عايشه فيه. اذا مجتمع عايشه فيه كان في مساكنه ممكن رح يمكن كنت رح ساكن، بس انا بمجتمعي ما في هيدا يعني الازدواجيه اللي عم بحكي من عنه. معظم الفنانات يلي قبلتهم ما في غير النجمه كارمن لبوس هي اللي قالت لي انه ما كان عندها مشكله مع المساكنه، وهيدا دليل انه بهالشق ما في ازدواجيه. يعني انا بشعر انه الفنانات كتار منهم مع المساكنه، ولو بقعد بيني وبينهم بيقولوا لي انه بلا مجتمع شرقي بلا شو اسمه نحن مع المساكنه، بس على التلفزيون في اعراف. بس انا بدي احكي بشيء ثاني، اذا بدك تحكي انا رايي الصريح ضد المساكنه لسبب معين. ليش؟ في كثير ناس بيسكنوا 7 سنين و8 سنين مع بعض وبيكونوا سمنه على عسل، ونهار اللي بيتجوزوا بينفصلوا ثاني نهار. فما بعتقد المساكنه هي يعني المساكنه فيه 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 حرام حتما. لا لا مش انا ما بحكي ما مش بهالطريقه بفكر. ما بحسها رح تكون مفيده للثنائي. يمكن لانه انا هلا بمطرح بحياتي في عندي نضوج معين وصلت له من ورا خبره. يمكن بشهر او بشهرين من معرفتي لاي انسان بقدر اعرف اذا انا رح كفي معه ولا لا. أوف. مش بحاجه اني اكون اسكن معه لحتى اعرف. قبل الزواج قبل الزواج كل شيء بيكون مرغوب فيه اكثر، لانه خاصه بالمساكنه في كانه بالخفه كانه بالخفه كانه كانه مستر العلاقه. الزواج بيشرع العلاقه كل شيء، ومش هيك عم بيطلع بيصدر من هالمجتمع من هالكبت هيدا عم بيصدر ثلاثين اوقات او عم بيصير في ردات فعل عند المراهقين او عند الاعمار. حتى يعني انا بنقهر لما عفوا معلش رح بروح على فرنسا بسهر بلاقي انه كل الشباب السهرانين والصبايا اللي لابسين عادي لبس عادي هن الفرنساويه، واللي لابسين كثير مفتوح وكثير قصير وكثير اوفر ديكولتي بيكونوا ينتموا لاي جاليه عربي. ليش برايك؟ ليش انت برايك؟ في قمع جنسي؟ طبعا، لانه باوروبا او بامريكا بيتعاملوا مع الموضوع تعامل بيولوجي عادي طبيعي، مثل الاكل مثل الشرب. الانسان عنده احترام لجسمه، يعني لما بيخلق الولد بيعلموه يحترم جسمه بلا ما يعملوا له عيوب وعقد ويخوفوه. بس عندهم كمان رزائل كثيره بهونيك. لا انا ما عم بحكي عندهم البورنوغرافيا وعندهم مليون وعنا الف هون علمي. كمان وعنا هون كمان المجتمع العربي عنا كل هدول الاشياء اللي عم تحكي عنهم بس بالخبايا. بس انا ماني عم بحكم على المجتمع، ما عم بقول انه المجتمع الغربي افضل المجتمع الشرقي. لا انا مش هذا الفحوى الحديث، انا عم بقول انه الشفافيه بالمجتمع الغربي، الصدق، الوضوح بالافكار، بيقعدوا الناس على الطاوله بيتناقشوا اي مواضيع نحن كشعب عربي نخجل انه نطرحها لبعض ونحكيها. كارول بهالنضج يلي قلتي عنه وتوصلتي له بحياتك الانسانيه الحياه الشخصيه، عندك النضج اليوم تقولي لشاب بتحبيه انا بحبك قبل ما هو يبادر؟ هلا صراحه افضل دائما نسمعها من الشاب قبل. ايه ليه بيتقلل من شان الانثى؟ يعني لا ما بيتقلل من شان الانثى، لاقول لك شغله، المراه بلا ما تنغرم اوريدي بتعطي وبتحب. يعني قبل ما توصل لمرحلة الغرام بتبلش تعطي وتحب. بتخافي انه يعيرك فيها بعدين انه انت اللي قلتي لي؟ لا 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 مش قصة مين، هلا ممكن انا عم بحكي عن شخصيتي، شو مرة مش عم بحكي شو الصح وشو شو مرة قلتي انه انا بحبك قبل ما هو يقول؟ انا بحب اتاكد من مشاعره قبل، ما بحب ابدا اني احب حدا قبل ما اتاكد من مشاعر الشخص اللي بوجهي، لانه الحب من طرف واحد كثير بيوجع. اليوم بتحبي حدا؟ ان شاء الله. بتعرفي اكثر جواب بحبه هيك ان شاء الله حلو، لانه ما بحب بحب جمهوري وبحب الاودينس وبحب لا لا ان شاء الله بتحبي مغرور ان شاء الله ان شاء الله. اوكي من بعد ما شئت رب العالمين ان شاء الله كمان ان شاء الله. ايه تيابي كثير حلوه. ميرسي. بدي اقول ميرسي لنيكولا جبران. نيكولا جبران انا اول ما جيت انا اتصلت فيه قلت له نيكولا، قال لي ايه بقى بنحيي لنيكولا نيكولا جبران. وبدي اقول ميرسي لباتريسيا ريغا للميك اب، وكمان لتوني ابراهيم للشعر. توني ابراهيم كمان الصديق دايما دايما.
طيب وكثير حلوه اليوم طالعه ما شاء الله. ايه بتجنني. فينا نغني ولا بعد البريك؟ بعد البريك. على فكره زي العسل وقت رحت عند الصبوحه وقلت لها انا اليوم عم فكر كارول، هي كارول اللي بتغني زي العسل. بعد الفاصل بنغني، بعد الفاصل في شوكولا من الفانز. ايه من الفانز تبعوني. بس عن جد تفاجئوا لكريستو اول شيء، عن جد لانه بجننوا. بدي اول شيء فرجي انه عاملين الشوكولا هيك كريستو والرسمات هي من حفله مهرجان الذوق. اوكي الصوره. وبدي اقول لهم انه عاملين شيء كاتبين على الكارت كمان مكتوب نشان كاتبين بالحلو، لحظه بالحلو انت حبيت تستقبل ضيفاتك دوم، عدينا حالنا من البيت وتركنا الحلو علينا اليوم. كارول سماحة لوفرز فاميلي، محبي أسرة محبي كارول، اسمي حلقة لي هيدي بحبهم كتير. بس بدي طعميك منهم، بدي أخذ أنا واحدة. يلا نبلش من أول الحلقة بشكل بعد الفاصل رح نبلش مباشرة الحلقة مع كارول. بدنا نسمع زي العسل وفي كتير مواضيع مواضيع هات. أنت مش بس نجمة، أنت نجمة ومثقفة كتير، ومش أول لقاء. كل ما أستضيفك بسرعة الموضوع كتير مهمة السقافة للفنان. وتوني بدايتي بريك 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 اطلع بريك. يلا بريك. النجمة اللبنانية كارول سميحة هي ضيفة أنا والعسل. كنت عارف إنه في ناس رح يزعلوا بس بدي أقولهم قد ما بقدر. ريهام، كنزي، أسماء كمان، عاصف، فرح، فرح، منار، مناف، جاسم، لينا، شيخة، سامية، كلهم كارول سميحة. أنت الشحرورة، مثلتي مسلسل دور حياتها للشحرورة، وبحق لك اليوم من الباب العريض تغني زي العسل. بدي اسمع منك ضروري. انا شفت كتير فرسولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. انا شفت كتير فرسولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. مانش رايدة مانش رايدة مانش رايدة إلا هو، مانش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو، مانيش رايدة في البعد عشقة، في القرب عشقة، في البعد عشقة، في القرب عشقة زي العسل على على قلبي هوا زي العسل. سلم صوتك سلم صوتك سلم صوتك. طلع في هيك دغري ورا بعض. لا بعد شوي بدنا نحضر الروبورتاج عن الشحرورة لانه من تذكري لما انعرض المسلسل السنة الماضية هجوم. انا كل يوم كنت على اتصال معك، كل يوم كل حلقة كل حلقة كل حلقة ابعث لك مسج، بس كان في هجوم مش طبيعي مش طبيعي. في كثير ناس اثنوا على ادائك، بس كان في هجوم مقسوم كان الراي صح. ايه بس 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 كثير صار في هجوم. ايه ايه شوف هالتقرير رجع معك بس. اقوم على الساحة وفرجينا الدبكي دبكي وفراحة. دق الكفو اقوم على الساحة وفرجينا الدبكي دبكي وفراحة. خلي المنجايرة الحنونة رقص كل اللي بيحبوني، وخلي المنجايرة الحنونة
بس كل اللي بيحبوني وتبكي عيوني الدباحة دق الكفوم اقوم عالساحة دق الكفوم اقوم عالساحة اكشن انت عايز مني ايه؟ سيبني ارجوك سيبني انا مش حرامي صدقيني امال انت مين؟ انا ضحية بريئة لعبت بيها الظروف و... و... وانا مع القدر طالما مش حافظين يا اساتذه بنصور ليه؟ طب خلاص كده خلاص ليه بس يا سماحة يعني انت معقولة تسيبيني كده في عيد ميلادي؟ ما هو ما يصحش نقعد مع بعض لوحدنا انت عارف بابا لو عرف يعمل فيا ايه؟ يا صباح يا صباح انت كبرتي وبقيتي نجمة كبيرة ومشهورة ما تسيبيش حد يتحكم فيكي ولا يتحكم في تصرفاتك اكتر من كده ما دمت لسه ما اتجوزتش ابقى لسه بتوع بابا بعدين انا شاكه في موضوع المعازيم ده ازاي ما تجوش لغايه دلوقتي هو عيد ميلاد ولا راس السنه بصراحه بقى انا ما عزمتش حد غيرك يا دلي هو الحب عيب لا مش عيب اذا كان هينتهي بالجواز هلا صحيح عمرك 46 سنه بس انت اصغر وحده بالعالم عمر 46 سنه صباح انت لو خبيتي عن الدنيا كلها مش رح تقدر تخبي عني انا بصراحه يا اختي جايين عريس يخرب ذوقك مرة تانية؟ أنا ما خصني هو طلب إيدي أنا مش فاهمة أنت من وين بتلقوتك هالعرسان؟ ما بعدك من شهر مطلقة الله وحده بيعرف أني أنا ما فيني أعيش بلا رجال أنا بحاجة دايما لرجال يكون حد ويحميني أنت عايزة تسجنيني يا صباح محسن لو ما صرفش شيك هبلغ النيابة ومين محسن ده؟ صاحبك في شلة القمار مش كده؟ أنت رجعت للقمار تاني وعايز تخسر على حسابي؟ مش وقت الكلام ده مش وقته اتصلي بالبنك خليهم يصرفوا الشيك اسفة انا قفلت حنفية الفلوس اللي كنت فتحها مخصوص لسعادتك وتفضل بقى اتحمل مسؤولية تصرفاتك استني عندك سيبني بقول لك سيبني اتصلي بالبنك وإلا هقتلك اقتلني يا عمر الموت اكرم لي من اني اعيش معاك في الذل طول عمري بقول لك هتسجن هتسجن والله انا رايي انه بتجنني بالمسلسل خليني اقول لك يعني هذا رايي يعني خمس مراحل بالاعمار اللي عدتها لك هو انا قبل ما امضي على هالعمل كنت عارفه سلفا قبل بسنه حتى قبل ما بلش تصوير كنت عارفه انه رح يصير في هجوم عنيف علي ليه وعلى المسلسل ليه صباح ليه صباح لانه ليه مضيتي ليه مضيت استفزتني هيدي الشخصيه بتستفزني كل الشخصيات الفنية اللي انعملت لها انعمل لها مسلسلات بلاقيها لها خط واضح وخط واحد بعيد صباح لها خط واحد للناس وأربع خمس خطوط من ورا أبعاد 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 صباح فيك تشوفها أزكى مرة بلحظات وفيك بلحظات تانية تشوفها مرة ساذجة جدا فيك أوقات تشوف صباح مرة كتير حنونة بلحظات بتشوف صباح حدا كتير قاسي بتشوف أوقات صباح بتلاقي حدا بحب النجومية بيعشق النجومية بلحظة معينة بتشوف صباح كرهت الفن وكرهت النجومية كله هيدا مش كل النجمات هيك؟ آخر بارت ساعات ساعات إيه؟ هيدا إيه بس بعتقد إنه صباح بحر بحر 100 امرأة بمرأة واحدة اللي هي صباح 100 امرأة بمرأة واحدة والخطورة كان بهيدا الشغل انه انا لعبت خمس مراحل من الاعمار عادة بس بدك تلعب سيرة ذاتية بتختار عمرين يعني اي مسلسل نعمل اختار مثلا النجمة اللي لعبت المسلسل اختار للمخرج اشتغلوا على حقبة او حقبتين عمرين مراحل عمرية اثنين انا كانت مخاطرة كبيرة اني العب خمس مراحل اعمار وحسيتها شغله كثير خطره لانه انت دارسه تمثيل لو دارسه تمثيل بس ما حدا يعني حتى بامريكا بس يكون عمل سيره ذاتيه ما في ممثله او ممثل بيلعب خمس مراحل من العمر بيجيبوا حدا يلعب مراحل معينه قبل بعدين صباح ما بتشبه نفسها يعني اذا بتشوف صباحي وصغيره بالشعر الاسود وبترجع بتشوف صباح بالافلام بالشعر الاشقر هدول اثنين ما بيشبهوا بعض يعني هون في عتب عليكي بيقولوا انه كارول
ليه ما صبغت شعره؟ لأنه في مثلا من النقد يلي أنا استوقفني وأنا حسيته أنه الشعر المستعار ما كان في بزخ عليه، يعني اطلع أقول يا عمي عم شوف كارول بعدني ما عم يعني بليز ضبطوا الشعر. لألك شو صار؟ بالنسبة للشعر أنا ممثلة محترفة لأنه أنا عندي تاريخ بالتمثيل قبل ما أجي على هالمسلسل. أول شيء كنت هدفي اني انا اصبغ شعري، هذا الشيء طلبته انا، انا ما عندي مشكله أقرع شعري، شيله على الزيرو كمان ما بتفرق معي لدور، انا بعطي حالي للاخر باي دور. اللي صار معنا انه بصباح لما بدك تصور بنفس النهار مشهد صباح عمرها 18 سنه شعرها اسود، برجع بفوت على الكواليس بغير بدي مثل مشهد صباح عمرها 40 سنه بالشعر الاشقر، كيف ممكن انا اصبغ شعري وبنفس النهار عندي عده مشاهد باعمار مختلفه بلون شعر مختلف؟ فهذا الشيء كان مش وارد. قدرتي بي بي بعمل صباح تكوني مثل ميريل ستريب لما بتعمل سير زيتيه، يعني عملت تاتشر، مثل احمد زكي الله يرحمه لما عمل السادات وعمل عبد الناصر، صابرين ام كلثوم، صابرين ام كلثوم يعني اعتزلت من ورا. انا رح اسالك سلافه وخرجي باسمهان. انا رح اسالك نحن والجمهور العربي شو بيعرف، شو حافظ من ام كلثوم غير امراه بذهننا نحن وبخيالنا؟ شو حافظين من أم كلثوم غير مرأة حال من المنديل ربطة شعرها وحط عوينة صوت؟ نعرف شي تاني؟ ما بنعرف شي تاني. فبعتقد هون الممثل كان عنده مدى يلعب بالشخصية بحياتها اليومية، لأنه ما في بذهننا على يوتيوب. أنا إذا بتفوت على يوتيوب هلأ ننبش على أرشيفها لأم كلثوم، ما عندي غير أم كلثوم على المسرح عم بتغني. لكن ما كان لازم ينعمل مسلسل صباح؟ لا ما فيك تقول لا، ممكن كان، يمكن اذا بدك بعد ما متوفق لا سمح الله، ان شاء الله يا رب الله بعد يطول لها عمرها لصبوحه، يمكن بعد 20 او 30 سنه من موت مثل ما صار مسلسل ام كلثوم، بعد 20 سنه و30 سنه من ما ماتت شوي الذكرى الحيه اذا بدك، ماتت لام كلثوم انعمل المسلسل وماتت الذكرى الحيه. اسمهان اصلا ما حق يعني كثير قليل الناس تعرف لشكلها، يعني اسمهان من الفنانات اللي انا ما كنت اعرف وجهها، يعني انا بقدر احضر كارول سميحه بس صباح، انا بحضر كارول سميحه بالشحروره، بقدر اخذ موعد من السيده صباح روح زوره صح وشوفها، بيخلق صح. كمان بينفصم المشاهد. بعدين في شغله نيشان، ما فيك تقارن سيره ذاتيه بفيلم سينما وسيره ذاتيه بمسلسل. معظم ممثلين السينما مثل ميريل ستريب مثل روبرت دينيرو ما بيقبلوا يعملوا مسلسلات. لو بتجي بتساله لميريل ستريب ايرون ليدي اللي عملت اخر مؤخرا فيلم مع مارغريت تاتشر، تعملي مسلسل 30 حلقه بترفض. مسلسل بيفضح، المسلسل عندك يعني انت بكون عندك 30 ساعه على الهواء غير ما يكون عندك ساعه ونص فيلم كل المشاهد مضبوطه وانت منقى اكثر حقبه قريبه من الممثل اللي عم تعمل لها كاستنج. فهمت قصدي؟ فهمت قصدك. كارول ظلمتك صباح ولا انت ظلمتيها لصباح؟ بالعكس، انا بلاقي انه قبل ما امضي هالعمل اول شيء بدور هالعمل صار له سنه، اليوم صار له سنه ما في تلفزيون ولا حديد، هيد اليوم قبل ما اطلع لعندك يعملوا ريران بيعيد الحلقة مش طبيعي صح. ما في تلفزيون ارضي او فضائي، الارضيه الجزائريه، الارضيه المغربيه، الارضيه التونسيه، الفضائيه، ما في نهار بتعمل زابينج الا ما بتلاقيه موجود بشكل مش طبيعي. على ليه بيعيدوا المسلسل؟ لانه كارول عم بتمثل صباح ولا لانه حياه صباح؟ رح جاوبك. سندريلا مسلسل كثير مهم، منى زكي فنانه كثير كبيره وانا كثير معجبه بشغلها، ليش ما عم نشوف بقى سندريلا هلا؟ عبد الحليم حافظ ليه؟ عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ العندليب مش اسطوره بالعالم صحيح. العربي مش طبعاً. فنان كبير مش الناس بتعشقه، ليه ما عم نشوف المسلسل ليه؟ تبعه هلا؟ ليه ما عم نشوفه نزاكي سندريلا؟ ما بعرف، في شيء يا اما احساس المسلسل وصل يا اما احساس المسلسل ما وصل. انا برايي لحتى مسلسل ضل هالقد مطلوب وضل هالقد عم بينعرض، لو في خلق جدل ولو الاراء انفصلت، عندك يلي عشقه يلي مطاقه كرهه. يعني بفهم من كلامك انه منى زكي ما قدرت توصل للاحساس؟ لا مش ضروري، اوقات مش عم بحكي عن الممثل، انا عم بحكي عن العمل كله ككل متكامل، ممكن اوقات عنصر واحد ينقص بالعمل بضاعف كمان الممثل معه. ظلمتك ولا ظلمتيها؟ لا انا بشكرها لانه صباح بهالمسلسل عطيتني ارشيف لإلي كممثله انا كثير فخوره فيه، و في ناس ما كانوا يحبوا صباح، في ناس مش ما يحبوا لانه ما بيعرفوها من الجيل الجديد، في عندي كثير فانز انا على تويتر بيقولوا لي مش عارفين كنا ساعات ساعات لصباح.
لا بس مش عارفين لا في عمره 25 سنه وفي جيل كبير عمره 20 و22 و25 مش كلهم بيعرفوا يعني. وفي ناس مثلا كانوا يحبوا كثير صباح تفاجئوا بشخصيتها بمسلسل هزت شوي هالصوره، وفي ناس العكس، في ناس كانوا ظالمين لصباح كانوا عم بيحكموا عليها بكثير امور بالاعدام وبالمسلسل حببهم بصباح. صباح ما انا موافقه ما كنت موافقه، زعلاني صباح من المسلسل. من المسلسل صباح لأقول لك صراحة، صباح لو تركوها لحالة تستمتع بالمسلسل كانت هي كتير سعيدة، بس كان في كتير ضغط حوالي وأنا بفهم. وفي كتير ناس أوكي مش ضروري الكل يحب، مش كل ضروري كل الناس يحبوا، بس في ناس في بعض الناس بتحسهم كانوا من ورا مجاملة، من ورا مجاملة كانوا إنه شو جاب لإلك ست روحي، ما في مثلك أسطورة أنت، شو بتعرف الطريقة العربية ولك ما في مثلك، شو أهلا كارول روعك أنت بدو فاز كارول، مش مع ست صباح تعتير أنت تملق يعني. في هيك، في ناس صادقين، في والفن هو ذوق بالنهاية، مش مجبورين كل الناس يحبوا. بس أنا بقول لك لو ما أحساس المسلسل وأحساس الأداء وصل هالمسلسل ما كان عم ينطلب بهالطريقة. وهون شكر للمنتج صادق الصباح اللي كمان فتح باب، فتح باب للمسلسلات اللبنانيه هلا بالعالم العربي. هلا بتشوف صار من امتى المسلسل اللبناني بلهجه لبنانيه، بنشوفه على قناه عريقه مثل الحياه، بنشوفه على تلفزيون كثير ما راح اذكر اسمها هلا، مسلسلات اخرى كمان باللهجه اللبنانيه. فميرسي النجمه سيرين عبد النور، استضفتها قلت لها مين له فضل على الدراما اللبنانيه، قالت لي هي لها فضل على الدراما اللبنانيه من بعد جيل يعني كارمن لبوس اختارت، بعدين اختارت الجيل الرعيل الاول. بتوافقي؟ هلا بوافق، مش عم بتقول شيء غلط، مزبوط، لانه مسلسلها كان كثير ناجح وانا بهنيها وشفتها شخصيا وهنيتها من كل قلبي. وسيرين حدا كثير عم بيشتغل على حاله. هلا ممكن تكون بتفاصيل العمل واحد يمكن ما انتبه على هالملاحظه، نحن ايش عم نبعيد بيشوف، نحن بنعرف انه واقعيا على الارض اول مسلسل لبناني انعرض على الشاشات العربيه كان الشحروره، اذا في شيء غير مسلسل قبله قل لي ذكرني. واي ضرب اكثر نجح حصد جماهيريه، روبي ولا الشحروره؟ جماهيريا عم بحكي. ليك اثنيناتهم عملوا ضجه مش يعني مسلسل الشحروره عمل ضجه قبل ما ينزل بسنه. روبي عمل ضجة بالوقت اللي كان عم ينعرض لأنه كتير ناجح. بعد الفاصل رح أتابع بموضوع الشحرورة إذا بتسمحي كارول سميحة، رح أحكي عن زيارتي لصباح شو قالت لي لما حكيت عن الشحرورة، وشو لما سألت عن السيدة فيروز إذا عم تتصل فيها ولا لا شو جاوبتني. أترك الموضوع لإلك، إذا قالوا الموضوع بالشحرورة كمسلسل ولا لا، رح أسألك كمان عن العمل الميداني للفنان، رح اسالك بدك تقولي لي الليلي عن الزواج، بدك تخبريني الليلي. اوكي. وفي حدا بالهولوجرام ناطرك، الشخص اللي بيظهر بالاستوديو، وانا نغني اذا بتسمحي. اكيد. وكثير اشياء، بليز ما ناخذ بريك، بريك. كارول سميحة. خليك بحالك وخليني بحالي، قلتلك أحسن كرمالك، يمكن لو تبعد اشتقلك، لوعني غرامك، صورت الغالي بالبقلك. خليك بحالك خليني بحالي، قلتلك أحسن كرمالك، يمكن لو تبعد اشتقلك، لوعني غرامك، صور للغالي بالبقلك، أبي البقلك رخصت الغالي. سلم صوتي كارول سميحة. حدا رح يظهر بالاستوديو، تفضلي وقف. ايوه تبري. اذا بتسمحي اوكي، حتى نكون انا والعسل وكارول سميحة وباسم كريستو. اوكي. ايوه
مساء الخير كارول، مساء الخير نشان، ومساء الخير لكل المشاهدين عم بيشوفونا. خليني اعرف عن مين ظهر لي. ظهر ليك توني. يعني من 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 اكثر المرات النادره اللي توني سمعان يلي هو رفيق درب التلفزيون منذ بدات لغايه اليوم، هو مؤد كل برامج، المشرف على الاعداد، مايسترو الاداب صراحه. توني مساء الخير. مساء الخير. بونسوار توني. بونسوار كارول، نورتينا. ميرسي. كارول انا بدي بس بمداخلتي كمل من السؤال اللي طرحه نشان عليك، اللي هو هل من ظلم من عندك او من قبل صباح؟ مين اللي ظلم الثاني؟ رح اتطور اكثر بالسؤال واقول لك، هل صباح ظلمت من طرف ثالث؟ كان الظاهر اللي فرجتنا اياه صباح هو كان سبب هيدا الظلم؟ يعني مرق ببارت بالإكسترا اللي عرضناه هلا، انه يعلم الله انه انا ما في اعيش من دون حدا. يعني هالرجل لما عم تحكي هي عن الزواج، في بارت معينه ما وضحت للعلن كثير بحياه صباح، اللي نحن بنعرف انه صباح كانت تنغرم وتتزوج او كانت تتعرف وتتزوج. هل بلقائك انت وصباح كان في من سيدي لسيد او من فنانه لفنانه حديث وضح هيدي الفكرة؟ أنا بحب أوضح فكرة كتير مهمة عن شخصية صباح من بعد ما قعدت معها كذا مرة وتعرفت على هالشخصية أكتر. صباح كتير أخذ عنا الفيلم العالم العربي فكرة إنه امرأة كتير تزوجت وكتير بتحب الرجال لأسباب، معلي سوري رح أقول، شهوانية. هيدا الشيء مش مزبوط، هيدي قراءة سطحية لشخصية صباح. صباح انا بس قعدت معها سالتها السؤال، قالت لي انا قلت لها انا ليش هل عندك هالصوره بالمجتمع العربي انه انت ما فيك تعيشي بلا رجل؟ هذا السبب ليش؟ شو بيعود؟ بيعود انه انت عن جد شو حاجتك للرجال؟ صباح قالت لي انه انا صدقيني خوفي من الوحده هي بتخليني اني ارتمي من زواج لزواج. ما فيني من بعد ما انا طلق او انفصل اتصور حالي ليله او يوم بالبيت لوحدي. مش لاسباب اللي الناس بفكره انه بهالطريقه السطحيه انه صباح مش قادره تقعد لحظه بلا رجال. وهالصوره اللي انعطت، يعني حتى قالت لي من بعد ما اتجوز بعد يومين ثلاثه رابع يوم زواج كل واحد ينام بغرفه، انا بغرفه وزوجي بغرفه. امراه كثير عاشت وحيدة، حتى بزواجها كان عندها وحدة، وأصعب شيء بالحياة الإنسان يحس بوحدة حتى هو عايش مع شخص. كارول بدي بس اتطرق كمان لنقطة تانية معك، اللي هي السير الذاتية. نحن اللي منجسد لهم سيارهم الذاتية اوريدي هن خالدين. العمل التلفزيوني أنت اشتغلتي فيه، شو بضيف لهم؟ يعني حدا مثل أم كلثوم، السيرة الذاتية شو البرنامج شو ضاف للمسلسل؟ صباح غير انت بصرف النظر انك انت فنانة وأديتي هيدا الدور، شو بضيف لها؟ نحن ما رح نضيف على الفنانين، لأنه الفنان هو حدا هوائي ترك فنه وفل. يعني اللي تركته أم كلثوم موجود بذاكرتنا، مسجل محفور بذاكرتنا كلنا بخيالنا. نفس الشيء للفنانة أسمهان، نفس الشيء للصبوحة. المسلسل هو إذا بدك عم نعمل أرشيف لهالفنان لحتى الأجيال اللي جاية من بعدنا، من بعد ما نحن نموت وبعد 20 و 30 و 40 سنة في أرشيف عم نعمل هالفنان. بس ما بعتقد أنه أي مسلسل نعمل إن كان صباح أو أم كلثوم أو غير مسلسل مش هن بيختصروا هالأساطير هيدي اللي عم نشوفها. سؤالي الأخير لإلك كارول بهيدا الإطار، عم يوصلنا نحن بس من السير الذاتية، بتصور بعد مراعاة للفنان وللشخصية ولمحظورات معينة ولمغالطات فنية حسب ما بأغلب المسلسلات عم بيصير، بيوصلنا تقريبا 50% من اللي بنستحقه نحن كمشاهد إلا مسلسل صباح. قديه وصلنا نحن كان بحق لنا فيه أكثر إلا مسلسل صباح، ومنشان هيك أثار هيدا الضجة وأثار هيدا الجدل، لأنه نحن بعتقد بمسلسل صباح كنا أكثر مسلسل قريب من الواقع ومن الحقيقة بمواقف معينة حقيقية إنسانية. صباح كسرت مثال الفنانة اللي بتنحط على الرف. يعني أنا بمسلسل أم كلثوم شفت امرأة مثالية على الرف، طبعا مسلسل رائع
وما بتقارنوا اي مسلسل سيره ذاتيه باخر، لانه كل شخصيه فنيه عم تتعالج مختلفه عن الاخر. لكن بمسلسل صباح انكسر هذا المثال وفرجينا ضعف صباح، اخطاء صباح، النقط الحلوه عندها والنقط الضعيفه عندها. بس كان في عندنا مشكله انه اوقات كانت صباح تطلب منا شخصيا نراعي ظروف بعض المواقف وما نحكي عنها بالمسلسل، فنحن كنا نراعيها ونخبيها تقوم علينا الصحافه. واوقات لما نجي نقول الحقيقه مثل ما هي كانت تزعل صباح. بس كارول في كثير من الاوقات انتقدته لانه يعني بهالمسلسل 30 حلقه حطيته، كم مره تزوجت، كم مره صفعوها على وجهها كف، كم مره اتطلقت، كم مره انكسرت. يعني هي مجد صباح انا بدي اسال سؤال، انا بدي اسال سؤال. كلنا كلنا بنعرف صباح الفنانه، كلنا بنعرف صباح الصوت، بنعرف افلامها موجوده على كل الشاشات، كل يوم تنحط على التلفزيون. حدا بيعرف هيدي المراه بغرفه نومها شو كانت تعمل خلف الكواليس؟ هل كنت تعرف معاناتها؟ صباح قالت لي كلمه، قالت لي كارول انا اذا بدكم تعملوا مسلسل تفرجوا صباح الفرحه، صباح اللي عم تضحك، صباح المبسوطه، ما تعملوا هالمسلسل بليز، اعملوا معروف، فرجوا هي للناس. قالت لي هي قالت لي فرجوا للناس الحزن تبعي، فرجوا للناس الزوايا اللي هن ما بيعرفوها، فرجوا وراء القناع، فرجوا الحقيقه تبع صباح. كارول بدك سيري ذاتيه لإلك؟ اذا عملت شيء بيستحق بعد عمر طويل انه يكون في سيره ذاتيه مسجله، اكيد اكيد. انا بشكرك، بشكرك، بشكر المشاهدين. شكرا شكرا المعد والزميل توني سمعان. كارول سميحه، لما زرت صباح انا ونضال الاحمديه، السيده نضال الاحمديه رئيس التحرير مجله الجرس، زرناها، قالت لي بتيجي بتروح عند صباح؟ قلت لها رحنا. اخذي معها مسجله مدام نضال، قلت لها بدك تسجلي؟ طلب انا قالت لي بدي استاذنها، استاذنتها. قالت لها اوكي، قعدنا، ما في صور، ما في صور، كثير منيح. حتى اسئله اسئله اسئله. قلت لها زارتك زارتك السيده فيروز؟ قالت لي لا. قلت لها تلفنت لك؟ قالت لي اول مره ما بتلفن لي. يبدو انه في من وراء المسلسل، هيدي بعد المسلسل، هيدا بعد المسلسل، يبدو انه من وراء المسلسل اول شيء السيده فيروز امتعضت، السيده صباح من بعد ما وافقت امتعضت، اتصلوا ببعضهم، بعدين حدا يبدو الانتاج او راح عند الصبوحه، ما بعرف كيف رضوها، يمكن ما بعرف مبلغ من ما بعرف شو التفاصيل، وغيرت رايها الصبوحه، اكيد اخذ على خطرها الست فيروز. انا ما بعرف، يعني انا ما بدي فوت بامور، بس انه هودي اسامي كبيره، ما بدي فوت فيروز وصباح، ما بدي ارجع فوت لمرحله المشاكل اللي صارت على المسلسل. شو في فيروز هي ورده، اهم ورده من لبنان، واكبر من انه نحكي عن هالمواضيع بهالمسلسل. وصباح هي ورده ثانيه بلبنان، اكبر من انه نفوت بمشاكل. يعني كان في مشاكل، بس لا، المسلسل تناول اسم فيروز كمان. لا يعني هو انطلب بالاول انه ينشال الاسم، ونحن راعينا هالموضوع وشلنا الاسم، ما نشال الاسم وذكرنا شخصيات قريبه باسماء مختلفه لحتى ما ناذي حدا. يعني نحن صار عندنا كثير مراعاه بهالمسلسل. وفي دعوه ضدكم بعد ربحنا المسلسل دعوة. ربحنا دعوه ضد فيروز، ربحنا الدعوه ضد الجميع، لانه نحن كنا عندنا، ما عملنا شيء غلط، نحن اخذين ورقه ممضيه من الشحروره صباح بتسمح لنا فيها أنه نتصرف بالمسلسل، وهي راجعت النص وراجعوا النص، كان مراجع من قبل عائلة صباح، فنحن كان عندنا كل الحقوق، ما في عندنا شيء ضد القانون، ما عم نعمل شيء ضد القانون. سبق وقبلتي فيروز؟ لا بعد ولا مرة. لا حتى أنت بتعملي مع الراحل منصور الرحباني ولا مرة؟ لا ولا مرة صادفت. تحبي؟ يعني بحب، أكيد بحب، بس أنا دايما الناس اللي حلمت فيهم، اللي بشوفهم مثال لإلي بي 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 بالفن، بفضل ضلهم مثال، بفضل ضلهم بعاد، بفضل اتفرج عليهم من بعيد. غرتي انت وعم تمثلي دور صباح انه تزوجت من كل الناس اللي حبتهم، صار معي وكم، يعني كم شخصيه من بعد انتهاء المسلسل ضلت فيكي؟ يعني بتعرف شو صار معي بهالمسلسل؟ صعوبته كنت اوقات فوت على الكواليس حط بيروك، انا عمري بيروك الاسود القصير، عمري 18 سنه، فوت بدي اكون خفيفه وغنوجه ودلوعه، دلوعه البنت، الاحساس الجسدي تبع البنت اللي الفتاه اللي عمرها 18 سنه، يخلص المشهد فوت غير البس البيروك الاشقر، الصباح اللي عمرها 30 سنه، اللي عم
قاعده بوجه رجل عجبها وعم تحكي معه وعم بتجرب تقرب حالها منه. ارجع اطلع، ارجع فوت، عمر صباح 40 سنه عم بيطلقني جوزي، مشهد بيضربني بالكف بالقلم، برجع فوت بغير، بطلع على مشهد زوج تاني، زوج يعني اخر عم بيلبسني المحبس وجواز جديد. كنت بيوم واحد امرق ما بعرف بكم حاله، مع كم زوج، مع كم حبيب، بحالات متناقضه بنهار واحد. هذا شيء قياسي كان. الديفا اللي بصباح اثر فيك يعني؟ إيه؟ ضل منه اثرت إيه؟ على حياتك. اللي بيعرفوك عن قريب بيقولوا انه كارول قبل صباح كان صوتها كثير ترد على الاتصالات بصوت واطي هادئ، من بعد صباح معلية صوتها. هلا هيدي اختراعات وتحليل وتفسيرات، مش مزبوط، بعدني نفس الشخص على التليفون. ضل في اثر، اثرت في شيء صباح؟ لا لا، في شيء كان عندي ردات فعل معينه من وراء المسلسل حفظتها، مثل يا دلي مثلا، يعني كنت مثلا وترفيعه انه الحواجب بتطلع هيك، بس انا ما عندي اياها هيدي بشخصيتي. على فتره الناس يقولوا لك شو بكي ليه عم تحكي مثل صباح؟ اكيد بيلتصق الدور مع الممثل لفتره طويله بعيش معه وبده وقت ليطلع من جلده ليطلع منه. المخرج توني قهوجي كان يقول لي، كان يقول لي بقول له كيف كارول وقت المسلسل؟ تقول لي طايره يا حي عند صباح هونيك عند صباح بعدها. اه ايه، لانه بس مزبوط توني بس كان يحكيني يكون قهوجي بقول له بونسوار، كنت بكون مركزه مثلا باستوديو شوفني عم بحكي بطريقه ما يعرف لي صوتي. بدي اقول شغله عن بالنسبه لصباح، من بعد هالشخصيه تعلمت شيء كثير مهم من صباح. شو؟ اختصرت علي صباح بهال 7 زيجات اللي تزوجتها، اختصرت علي 7 رجال؟ مش سبع رجال، صرت اعرف اكثر شو بدي من الرجل وشو ما بدي، خاصة كمرأة فنانة، كمرأة مشهورة. شو ما بدك؟ مش ممكن أول شيء من أول الطريق اقبل رجل بحياتي ما بحب مهنتي. قد ما يكون عجبني هالشخص، هي رقم واحد. إذا قاعدة حبيت حدا وحسيت في عنده مشكلة مع هالمهنة حذفته دغري. اثنين، كتير مهم إنه الرجال يكون ناجح بمهنته وحقق نجاحه بمهنته، لحتى ما يحس إذا تجوز امرأة مشهورة ما يحسها منافسة له، يعكس إسقاطاته على ما يحسها منافسة له، يكون عنده ثقة بحاله، مرتاح مع نفسه، حقق نجاحه بمهنته ليقبل نجاحه. ثلاثة، بده يكون هالرجل بحب الظل، ما يكون اللي أنا عنده الإيجو ما يكون عالي، لأنه الفنان حتماً بس نحن نخلق ونحب نكون بالفن، منحب نكون تحت الأضواء، منحب نلفت النظر، بدنا محبة الناس، بدنا نتشبع من محبة الناس. إذا الزوج كان كمان بحب الأضواء وبده يلفت نظر، بصير يحس أي مجتمع بده يفوت عليه مين بده يلفت النظر أكتر. وشوف بقى ملا صراع إذا أنت عايش مع حدا بتحبه، وتصير المرة دايماً بدها تلعب دور الممحاية، تمحي حالها لتعلي الرجال تبعها، بينما الرجال اللي بيكون واثق بحاله ومحقق حاله ومرتاح مع نفسه وما بيحب الأضواء بيبقى شايف، مثل ما في وراء كل رجل عظيم امرأة، ساعتها فيك تقول وراء كل امرأة عظيمة رجل. خبرتك صباح عن كرم هذا الرجل وسخائه وعن بخل الآخر. أيه، يعني أنور منسي. أيه، رشدي أباظة قالت لي عدا طبعاً عدا قصة بوسة رشدي أباظة المشهورة اللي بيضلها تقول وين ما كان إنه مش معقول رشدي أباظة شو بيعرف يبوس، أطيب بوسة بحياتها. عدا قصة رشدي قالت لي إنه الرجال الوحيد اللي صرف علي كان النائب جو حمود، باقي الرجال كانوا شوي في مصلحة بزواجهم لإلها واستغلوا صباح مادياً وهي صرفت عليهم كلهم. أنت اليوم كارول سميحة الفنان ما في مطامع بعلاقاتك حتى أقرب المقربين لإلك؟ بكل أسرة في شخص هو اللي بيأمن، هو مصدر الطاقة، يعني هو الفيول، الوقود، البيض الذهب من عنده. ما في مطامع؟ بدي أقول لك شغلة، نحن اللي بحبه بعائلتي في نظافة، ما عم بقول إنه في تلوث، ما رح أقول، لا في نظافة يعني ولا مرة حسيت خيي أو حدا بعائلتي بيطلع فيي يعني لا انا ليه ما تغيرت؟ انا برايك من بعد ما صرت فنانه مشهوره ليه ما تغيرت؟ مش بس لانه انا ما تغيرت، لانه نظره الناس اللي حوالي ما تغيرت. نظره اهلي، نظره اخوتي، ما عملوني بطريقه مختلفه، انه اوعى تزعلوها، دي تقبرني، هيدا حبيبتي، اوعى صرت اهم وحده، ما صرت انا بالبيت اهم من اخواتي.
ضلينا مثل بعض وعندنا استقلالية ببيت وكتر خير الله إنه كل واحد عنده مهنته. أنت الفنانة في كتير بالوسط الفني اللي بيظهروا على التلفزيون واللي بستضيفهم أنا كمان البعض منهم بيبينوا على التلفزيون كتير متوضعين ومتفهمين وحنونين. بس في شيء منشمه نحن بالكواليس خاصة بالإعلام يعني منشمه عند بالوسط الفني ثقافة الغطرسة والاستعلاء والتكبر والعجرفة في منهم كتير يعني بعد الفصل رح نحكي عن الموضوع أخذ رأيك أكيد كارول سميحة إنسان مثقف فنانة مثقفة مجازة بالتمثيل الحديث معها ممتع جدا كل المتناقضات بالأسئلة ممكن أنه تبسطها كل التناقضات ممكن أنه تحكي عنها بكثير من الانفتاح بكثير من الذكاء وبكثير من الحنكة روعة كارول روعة صوتها رائع أدائها لغة جسدها بتتحكم بلغة الجسد واليوم خاصة بالحوار طريقة حركة اليد اليمنى في كتير من الثقة في كتير من الثبات في كتير من الاستقرار كتير أكيد أنتم كمان حبينا كتير يعني خليني أقول وأنا كمان نفس الشيء بعقد كارول ما في شك انه باول المقابله اول ما طلعت على البلاتو حسيت كانت افكاري مشتته بعد ماني مركزه بالبارت 2 بارت 3 صرت مركزه اكثر نيشان بيعرف دائما يطلع مني الاشياء اللي انا حابه اطلعها وصار لي زمان ما قلتها ما رح احكي كثير بتمنى انه في اشياء كثير حابه اقولها بعد على صعيد الشخصي بتمنى انه تطلع الليله شكرا ميرسي ثقافة الاستعلاء والغطرسة عند الفنان بأي مرحلة تصاب فيها الفنان؟ أنا برأيي الاستعلاء والكبرياء هو نقص هو نقص هو عم بيحاولوا يغطوا نقص موجود يعني في نقص معين بالشخصية في ناس بيشوفوا أنه هذا فوقية تعالي أنا بلاقيه بالعكس عقدة نقص عم بيجربوا يخبوا شيء تاني ناقص عندهم في شيء بشخصيتهم هن مش واثقين فيه بيغطوا بالظاهر بهالتعالي وهالكبرياء شكرا عماد هيدا العسل المر السؤال أنا باخد عسل الصبح كارول لما بيكونوا الفنانات يعني جايين من أسر متواضعة عم بحكي ماديا بس يصير معهم ملايين لازم انه يرجعوا يدرسوا يتعلموا يتسقفوا يجيبوا اساتذه او معلمات على البيت من لغات الى 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 ضروري إلى. انا بتذكر شغله دائما بقولها هلا بشكر بي الله يرحمه 100 مره لما قلت له بدي اشترك ببرامج هوات كنت بعدني انا مخرجه من المدرسه قلت له خليني كان في برنامج اسمه استوديو الفن طبعا قلت له بابا خليني انا اي مزبوط قلت له خليني اشترك بالبرنامج قال لي لا مش قبل ما تعملي جامعة وتاخذي شهادتك الجامعية 4 سنين على القليل الليسانس بعدين روحي اعملي اللي بدك اياه قلت له ليه قال لي لانه قلت له ما انا بدي غني انه شو خص الفن بال قال لي لا قال لي نهارت اللي بتصيري تطلعي مصاري ببطل لك جلادة انك تدرسي نهارت اللي بتصيري مشهورة ببطل عندك جلد انك تكفي وتتعلم وتكفي سقفتك فاعملي جامعة وبعدين الله يرحمه أطوان سميحة هو اول رجل بحياتك أكيد الأب دائما هو أول حب للبنت بحياتها هذا المفروض يصير هيك لتطلع الفتاة طبيعية بالحياة كنت بتحبي أنه يكون اليوم عايش ويشوفك مثل ما أنت أكيد أنت بتعرف قدي بي فنان من جوا لبرا وقدي كان يعشق أنه أنا استاذ أدب عربي احترف وعيد. الفن بابا كان يعشق أني احترف الفن ودايما بقول لما جيت بدي اعمل بدي اتخصص بالجامعه قلت له يمكن انا افوت ادرس محاماه طلع فيها لي محاماه كيف محاماه شو محاماه يعني تضيع 5 سنين انت ساكنك الفن مجنونه لتعملي محاماه اكيد تعملي مسرح
وانا اصلا عم بمزح معه، انا اصلا قرر اعمل مسرح، هيدا بس مثال عن بيي. رح احكي عن النزعه السياسيه يلي اكتسبتيها كمان بالبيت والحديث عن السياسه. تاني رجل مين بحياتك؟ تاني رجل بحياتي كان ابن الجيران. شو اسمه بتذكري؟ وائل. كيف هو وائل اليوم؟ مهضوم. وائل هلا ندمان. لانه انا كنت مغرومه فيه من انا وصغيره. معقول واحد طفل عنده مشاعر؟ كان عمري 5 سنين، كنت وائل اذا راح بالصيف عند اهله بالصيف تيصيف يعني ابكي بالليل اشتاق بدي وائل. فهلا بيقول لي انا معقول انت ليك انت هلا انت مثلا ليك وين صرتي؟ معقول انا شو كنت حمار ما كنت حاسس فيك مثلا. هلا بتتلاقوا بتلتقوا؟ جاري انه اوقات بنلتقى، مجوز اكيد وعنده اولاد وحياته. كان عمرك 19 سنه بدك تتجوزي من وائل كان؟ لا مش وائل، ما لما نقول اسمه. أي أوكي. ابن المنطقه. كان بده انا على فكره كان يعني اول حرف اول حدا. طب اسمه جورج. خلصنا جورج. ولو جورج هيك من ما كنا بعد علاقه كثير بتعرف، كنا مراهقين وكنت يعني هذا الشيء عم بكتشف اول مره مشاعر الانسان، وعلاقه كانت كثير بريئه. وكان جورج حدا كثير ناضج وانضج من عمره، وكان مصر انه بدنا نتجوز، وانا كنت مصره اني انا ماني جاهزه، لانه قلت له انه انا اذا بدنا نتجوز انا وياك بعد 3-4 سنين اكيد رح نطلق، لانه انا ماني جاهزه بعد لهذا المشروع، وعندي كان اهداف بشغلي حققها بمهنتي. وائل جورج بعدين خلص. هلا شو بقى مش دور نقول اسامي بعدين معلش. ايه بس انه انا حبيت مرتي. لا اذا بدي احكي فشلي بالحب. هيدي الكلمه مره قلناها مسكتوها علي كل حياتي. لا مش فاشله. بنرجع من علي العلامات يعني بنعمل مش فاشله. ما قصت. لا انا حبيت مرتين بحياتي، وهالمرتين حبيتي. لا وائل وجورج. لا لا لا. عم نحكي غير وائل وجورج. طفولي هيدا ماشي يعني ما كان. اذا قلنا اسامي وائل وجورج فينا نقول اسامي التانيين. قليلي. لا لا ما رح نقول اسامي. ليش؟ بس خلص مش قصة. مش ضروري يعني، كل انسان عنده حياته. وكل انسان حبيت اثنين بحياتي، وهالعلاقتين ما وصلوا لاي نتيجه، ومنيح لي ما وصلوا لاي نتيجه. مين اللي خسر؟ انت خسرتي ولا هني؟ لا اكيد انا ربحت. ربحتي لانه خسرتيهم؟ لا ربحت حالي. ربحت مهنه. لما بتكون انت مع حدا بتحبه وبحبك وفجأة تصير الحاجز هو المهنة فن، انه لما هالشخص تعرف علي، انا ما كنت استاذة مدرسة، انا تعرف علي هالشخص بهذا المجال، بيكون الرجل مش عارف لوين رايح، بس يشوف هالامرأة هالقد حياتها صخبة وصخبة بمهنتها، بتسافر بتشتغل هيدا بصير يقول يي انا لا ما ما يعني. غاروا منك اثنين اللي فشل الحب؟ لا عليك بدي اقول لك شغله، اتعلمت شغله من زمان، كنت فكر انه الحب هو الوجع والعذاب، وتبكي بالليل وتشتاق وتنغرم. الحب اللي ما بيطلع اجمل شيء منك هذا حب فاشل. عشان هيك انا قبل قلت ان انا فشلت بالحب. الحب اللي بيطلع اجمل شيء منك، الشخص اللي بيكون وراي بيطلع مني اجمل ما في من كارول، هيدا حب كبير. تاني حب بحياتي كان بعد برايي انا لحد هلا يعني اهم حب. كان اهم حب؟ لانه كان شخص تعلمت منه كثير، مدرسه. مش مره حكينا عنه على الهوا؟ ايه بس على الهوا لا ما بنحكي. مره حكينا على الهوا. مش مره حكينا بالعراب انه كانت لا ليش كانت كانت كان حب بتتعلم منه يعني. انا تعلمت كثير اشياء، وهول الناس حلو انك تبقى اصدقاء معهم، لانه بعدك اصدقاء طبعا اصحاب، ولا يعني ولا اي يعني مشاعر خلص صارت على جنب، تخطينا هالموضوع. شو بتقولوا بقى يعني انه كيف يعني انه زلمه كنت تحبيه او هو كان يحبك؟ لا اكيد. لحظه، اذا كل انسان حبيته انت بحياتك فجأة بيكون منيح، بس تبطل تحبه بصير إنسان ما بيسوى، ما بتشوف ما في خبز وملح. بعدين انتبه، مش كل الناس خرج إنك تبقى أصحاب معهم. الإنسان اللي بيعصرك وما بيعطيك شيء، ما إلك صداقته ما إلها عازة. كارول لكن الشخص اللي بيعطيك صداقته حلوة إنها تستمر. كارول أنت كحبيبة شو بتكوني؟ بس بتكوني حبيبة، بتكوني أم، كل شيء. شو يعني كل شيء. بتكوني نيرس يعني ممرضة، كل شيء كل شيء. الحبيبة، الأم، الطفلة، كل شيء ممكن الإنسان، كل الأحاسيس وكل الشخصيات اللي ممكن تكون موجودة بإنسان بتطلع مني، لأني بكون
حسيتي بلحظات فرح. اللي بيتركك شو بيفقد؟ ما حدا بيخسر. لحظة. لحظة. ما حدا بيموت ورا حدا. ما حدا بيموت ورا حدا. بس في نوعية من الحياة بتكون بتلاقيها مع شريك معين، إذا عشتها بفترة معينة وعارف إنه ما رح ترجع تلاقيها مع شريك تاني، هيدي فقدتها إلى الأبد. بدك شو بيفقد؟ ما بعرف، حسب كل شخصية. خنوكي كارول؟ لا. أنا ولا مرة يعني ما بعرف، على علمي يعني ممكن يكون حدا خاني وأنا ما معي خبر. بس أنا محظوظة إنه وقعت على شخصية شفافة. شي مرة بس غضبتي من حبيب مارست العنف؟ يعني بتضربي؟ بتكسري؟ لا، بس لما كنت بعمر المراهقة كنت إذا عصبت وانفعلت ممكن يكون عنيفة، كسر، أعمل. بس هيدي ضعف، هيدي برأيي أنا ضعف. الإنسان لازم يتعلم يسيطر على انفعالاته. حدا ضربك؟ لا. كف أو؟ لا، من حبيبي. لأنه بعمر المراهقة حدا ضربني وضربته، وضربني أكتر وضربته أكتر، حطني على الأرض، حطيته على الأرض. كثير حب؟ لا هيدا مش حب. عم بحكي كسرت له عظام وكسر له. لا عم بحكي مش هي، مش حب، عم بحكي بين الناس أصدقاء يعني. كنت هيك، بس هلأ لا، صار في كنترول، صار في نضوج، صار في سيطرة. الإنسان لازم يسيطر على انفعالاته. هي نقول أنا عصبي، أنا مزاجي، تحملوني. هي واحد يقول بس تطلع هيك. اليوم بالرجل تطلع على شو؟ على شكله الخارجي يعني، على وسيمته، جسمه، باكج، ولا في شيء متكامل؟ في شيء بتقولي لا هيدا؟ بس في شيء اسمه شخصية رجل. أنا برأيي الشخصية بتعرف شو أكتر شيء بيجذب عند الرجال؟ وبصير تلاقيه الرجال حلو لو شو ما كان، ثقته بنفسه. بس شوف، تتعرف على رجل عنده ثقة بحاله بتصير تشوفه أجمل رجل بالعالم. بس في رجال بيفرجوكي بالمرحلة الأولى العسل تبعهم، كل شيء، كل الفضائل، من بعدها بيسقط القناع. أنا شخص صعب حدا يحط قناع قدامي. أول شيء لأنه أنا تلميذة مسرح، والقناع ده دغري بيحسه، دغري بيبين. القناع بعتقد موجود وين ما كان، حتى بحياتنا الاجتماعية بعيدا عن العلاقات العاطفية، موجود دايما كل الناس بنلتقى فيهم في القناع. شطارتك بقى انت كإنسان تقدر تقرا هالشي. اليوم انت بانتظار رجل كارول؟ بانتظار رجل، بانتظار جودو، بانتظار رجل حب. لك الحب بيأمن توازن للإنسان، أي إنسان. ومخلقنا، دايما أقول مخلقنا نعيش لوحدنا. يعني الفنانة اللي ما بتعيش حب بتكون مهسرة، عندهم هيستيريا أو لا؟ ما فهمت قصدي. لا مش ضروري، عم بحكي عني شخصيا. هذا الشيء ما بيطبق على الكل. أنا حدا بحب الآخرين، بحس إنه جينا على هالحياة لنحب ولنشارك ولنتشارك. ما بحس خلقنا لوحدنا. مش معناتها إذا حدا ما تجوز بحياته يعني هذا إنسان فشلت حياته أو إنسان معزول. ممكن الإنسان يلاقي الحب بمطارح تاني، يلاقي حب بديل بالحب بأمور تاني، مش ضروري بس الشريك. أنا بالنسبة لي بحب الشريك لأنه أنا شخص بحب أوعى الصبح لاقي حدا قادرة أحكي معه، أتشارك معه أحاسيسي. أنا مثلا الصبح مزاجي حلو، بحب يكون في حدا حدي أحضنه. حلو يعني المشاركة هي شغلة. أنا برأيي يعني بدل ما تصوري لبسينة على التويتر، على اللي بيكون في شو في أنا إذا بحب لبسانات وبحب الحيوانات يعني شو قلوا الموضوع؟ لا مش الموضوع، بس أنه على القليل الواحد ليك هيدي شغلة منا بالإيد، فيها حظ كتير. بس أنا بدي أقول شغلة بهذا الموضوع بالذات. أنا مني من الأشخاص اللي بيحبوا يتزوجوا بس كرمال الأطفال. أنا بموت إني أكون أم، وهذا مشروع كتير مهم بحياتي، وبعشق أكون أم. بس الشريك عندي أوقات شريك لقلي أهم من الطفل. كارول، أنت فنانة، صوتك بيوصل يعني أنتو من 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 تيابكن، ملابسكن، أناقتكن وهندامكن، يعني العالم العربي كله بيتمثل بالفنانات اللبنانيات. يعني أنتو يعني الأسنان والذوق وكل الشكل. ولكن بموضوع جنسية الأطفال، طالما عم نحكي عن الأطفال، أنت بكرة إذا بتتزوجي رجل غير لبناني فرضاً،
اولادك بالبيت بيعيشوا من دون الهوية اللبنانية البطاقة، يعني صح هذا موضوع مشكلة، بيصيروا مثلهم مثل السيدات اللي بيجوا من دول آسيوية حتى يساعدوكم يعني بالبيت ما يسمى بي يعني بنقول عنهم الخادمات. انت كيف بتوصلي صوتك؟ يعني مصر اليوم خطيت خطوة جبارة لما جنست الأولاد يلي يعني أمهاتهم مصريات متزوجين من أب يعني من أزواجهم غير مصريين. نحن بلبنان جنسيتي حقي، يعني أنت كيف ما بتوصلي صوتك كفنانة تقولي لا هذا الموضوع القانون أو الـ 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 المشروع؟ أنا عرفت أنه قصة التجنيس، يعني المرأة تعطي باسبور لابنها أو هوية، لها علاقة بموضوع سياسي، ما قصة توطين، ما قصة موضوع المرأة التوطين بيضل اكزاكتلي. أنا هذا الموضوع كتير بيقلقني وكتير بيزعلني، وبدي أقول على سبيل المثال بالديانة اليهودية ممنوع الولد ياخد يكون يهودي، ما بيعتبر الولد الطفل يهودي إذا أمه مش يهودية، وبياخد كنية الأم، وكنية الأم مش كنية البي، صح، لأنه صلة الرحم بعتقد بالحياة هي الأقوى، أكبر دليل. فهذا الموضوع كتير بيزعلني، وأنا بخاف يعني صراحة بخاف يوم ما إذا بدي أتجوز حدا أجنبي، يعني إذا صارت نصيب مع حدا مش لبناني هذا الموضوع مش يعني جورجينا رزق ملكة جمال الكون، ملكة جمال ملكات الجمال، ابن علي لغاية اليوم بيدخل على لبنان من دون يعني بيدخل مثله غريب كأنه تصوري انه ابنك بيتك بلبنان عايش بده اقامه. مع انه بعرف انه لجنه المراه بلبنان حاولت كثير تعالج هالموضوع، بيعملوا كثير اجتماعات، وكل مره بيقولوا انه بعد في ورق بدها تنمضى وناطرين الوزير، فبتمنى انه هالموضوع بقى ينحل اذا طلب اليك انه توصلي أكيد. يعني يستخدموا يوظفوا صوتي طبعا لهالقضيه. انا اول وحده بكون، انا هذا الموضوع دائما ببحث فيه ودائما بطرحه ودائما بحكيه باي مجتمع بكون. ترجع الى السياسه ولا الدين؟ يعني بتحكي المرجعيات السياسيه ولا الدينيه بهالموضوع؟ لا سياسية، لأنه بعتقد أنه الموضوع سياسي. أنت بتفضلي بتحبز الفنان يحكي سياسي؟ لا، أنت جاي من أسرة متبحرة في من عائلة سياسي. إذا بدك ميولة يسارية، يسارية صح، يعني الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي بالبدايات متمردة شعارك وفيديو كليب. لألك شغلة، أنا بالنسبة إلي بالنسبة للموضوع الفنان يعطي رأيه بالسياسة، نحن عايشين بالمجتمع الشرقي مجتمع عاطفي، فأي رأي بدك بس يكون في رأي ورأي آخر، ما عندنا كتير بعد تقبل للرأي الآخر، يعني يا رأيك مثلي يا بكرهك بالعالم. يعني حنان ترك قالت يا توافقني يقتلك يا تفهمني يقتلك، نفس الشيء، يا أنت رأيك مثلي يا أنا بكرهك. بالغرب ممكن أنت تكون رأيك مخالف لإلي ونقعد بالليل نتعشى على نفس الطاولة ما في مشكلة. نهارة المجتمع الشرقي ببلش، لأنه مثل ما عم بقول لك مجتمع شرقي عاطفي ودائما بدخل عاطفته بالحكم على الأمور، يعني أنا إذا مني رأيي من رأيك بحط بكرهك وبعصب وبزعل، بينما الغرب عقلانيين أكثر بيتقبلوا الآخرين. أنا ضد، طالما ما في بعد تقبل للرأي الآخر فضل إنه الفنان ما يقول رأيه. شو علمك بيك من العقيدة الشيوعية، يعني ماركس وأنجل؟ أنا عندي دايما كان وعي ضد الظلم من أنا وبالمدرسة، دايما حس حالي بدي دافع عن حقوق تلاميذ أصحابي، ممكن شيكم ما بيرجع لي، دايما بدي دافع عن حقوق غيري، وأنا بدي أطلع إذا حدا كان حس شخصيته ضعيفة مش قادر يعبر عن حاله تتشوفني أنا عم بطلع عم بحكي عنه. ضد الظلم، شعوري ضد الظلم، المعادلة الاجتماعية كتير هيدي أثرت فيي، ما كتير نعطي أهمية للمظاهر، ما نحكم على الناس على المظاهر. كان دايماً قلي البابا يقلي قيمة الإنسان بفكره مش بجيبته، مش بالجيبة، وهيدي كتير علمتني بحياتي. ومن الشيوعية أنت طلعتي كفر والفنانات كلهم يهتموا بالماركات، أنت مرة طلعت بتصور بدار الصياد بالشبكة طلعتي كفر وصرحتي يمكن فستاني كان حقه يمكن 15-20 لا كنا عم نحكي عن موضوع، أنا بتفهم أنه من الطبيعي أنه الفنان يلبس ماركة وكلنا منلبس براندات وكلنا منلبس ماركات، بس مش حلو الإعلان عنه، يعني أنا بحب حسها دعايب، يعني التحصيل حاصل أنه الفنان يلبس ماركة مشهورة، يعني إذا الفنان مش قادر يلبس ماركة مشهورة مين بده يلبس؟ بس مش حلو نعمل إعلان علناً عن هالشي
بيدل عن عدم شبع. كارول سميحة رح تلتقي بجمهورك المصري بشرم الشيخ ب 19 أغسطس بسوهو سكوير بأول ليل العيد. يعني أنا كتير سعيدة خاصة من بعد الأحداث اللي قطعت فيها مصر إنه هلأ رجع للجمهور المصري بحفلة ضخمة كتير بسوهو سكوير بشرم الشيخ ب 19 الشهر. فبقول لكل الموجودين رح يكونوا بشرم الشيخ أنا رح أكون على موعد معكم بكونسرت بحفلة كتير كبيرة جماهيرية. كنت عم بضحك لأنه بالبريك عم بقول لكارول بعض المصطلحات قالت لي نشا لازم تاخذ مصطلحات باللبناني ما بتنقال بمصر ترجع تستعملها بالمصري إلا غير مصطلحات. انتبه ما تستخدمها على الهواء. انتبه. بالذوق مهرجانات الذوق بلبنان كمان كنتي ملكة على المسرح صراحة. يعني أداء وشكلا وأصلا عندك لغة جسد فريدة من نوعها كارول. من المسرح ولا أنت هيك بطبعك؟ لا ما بحياتي تعلمت لغة الجسد عنديها كنت بالفطرة وبعدين صرت اتفاجأ انه بقرا بالمجلات قاعدين يحللوا لي لغة الجسد تبعي على المسرح ليش بفتح ايدي وليش بعلي وليش بوطي وانا عم بحكي وهلا عم بتقلي انا عم بحكي ما لا ما يعني مش اوكي عندي فكرة بعرف انه لغة الجسد لها كتير معاني وابعاد بس هالشي مش مخطط ابدا عفوي. فيني اطلب شغلة اجي لعندك اطلبها ولا بقولها من هون؟ حسب شو هي رح اطلبها معي. دينتي بدك تقلي اياها شوف لعندك اول شيء جيب لك الشوكولا معي. اوكي اول شيء جيب لك الشوكولا. شوكولا مع العسل. ميرسي. تفضلي. بدي تسمعيني اغنيه قالوا لي العيد. قالوا لي العيد العسل والقطري. يلا بعد الشوكولا ايه كل الشوكولا الف صحتك. قالوا لي العيد بعيوني عدرب بعيد دلوني غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعت من الليل لميوني. سلم صوتك. السؤال دغري شو بينطرح هلا؟ طبعا شو السؤال؟ بليز انت قولي السؤال. لا شو؟ انت قول السؤال. قولي انت. انا بدي اقول للمشاهدين انه انا بعدين بقول قبل ما اختم بس شو السؤال؟ هالاغنية هي اغنية اول شيء نقول للمشاهدين العرب والمصريين اللي عم بيسمعوا للكبيرة سلوى القطريب مطربة كبيرة عنا من لبنان. هي اغنية قديمة كتير حلوة حبيت انا جددها بصوتي وصادفت كمان انه اليسا كانت حبت جددها بصوتها فصارت الامور انه انا جددتها يمكن قبل وبعدين هي عرفت او يعني انا كنت نزلة كمان اغنية اسمها خدني معك كمان لسلوى القطريب فبس عرفت انه اليسا حكي بدها تنزلها حكيتني قالت لي بدي انزلها انا لو انت مغنيتيها قلت لها انا اكيد انه ما في مشكله بالعكس انا بحب انه في عندك مثلا اغنيه ماي واي صار كل مطربين العالم ما في حدا ما جدد اغنيه ماي واي ما عدا عنا بالعالم العربي اذا فنان جدد اغنيه صارت خلص باسمه يعني من ايام اللولو ممنوع حدا بصير يتخانقوا مع بعضهم ويتشارعوا بقى انا عادي يعني انا بغنيها باسلوبي هي بتغنيها بشخصيتها فهذا الشيء طبيعي. قديه النضج الفني هو اللي سهل هالموضوع لاول مره ما بنشهد خلاف بين فنانتين بغنوا الغنيه وبصيروا صديقات. نحن اصدقاء من قبل الاغنيه مش مره قالوا لي العيد يعني انا برايي انه حلو تقبل الاخر حلو الاعتراف بالاخر. شو قلتي لها انت لإليسا؟ اكيد بحب اسمعها من صوتك. وش قالت لك؟ قالت لي بس انا عم بقول لك لحتى لانه انت نزلتيها قبل بس لحتى بس قلت لها يا عمي غنيها وان شاء الله حدا ثالث وفنان رابع وفنانه بتغنيها مش ملك الاغنيه. الاغنيه لروميو للفنان روميو لحود ولسلوى القطريب واي حدا ممكن يغنيها بالعكس يعني كل انسان بحط شخصيته والناس بتسمع. اسئله سندريلا. بعد ما مثلتي صباح صارت اولوياتك انا وفني وحسابي المصرفي صح؟ لا شو؟ بعدني شوي مثل صباح. شو؟ بصرف بسخي بصرف على فني اكثر بصرف على شغلي بس بعرف انه هذا الموضوع لازم اخذه على محمل الجد لانه صباح قالت لي انه انا كنت كل حياتي بنك لغيري وصلت باخر حياتي افلس البنك. افلس البنك. لما يبطل عندي شيء
أقدمه للناس أجلس في لجنة تحكيم للهواة. شو هالتصريح الخطير؟ وفينا وكأنه تقليل من قيمة يلي قعدوا بلجان تحكيم. لا لألك شيء، أنا هذا الشيء هالكلام صحيح أنا قلته قبل ما تطلع، قلته من زمان قبل ما تطلع موضة الفنانين اللي عم بيشاركوا هلأ بلجنة الحكم. بس بما انه كل الشو بزنس وكل الفن بهذه الايام تغير، يعني قبل من زمان كان الفنان يكون في كل ما يكون في غموض على حياته كل ما يكون هيلته اهم. هلا صرنا بنفوت على يوتيوب بنشوفه كيف قاعد عم بتشارع مع امه، عم بتشارع مع الفن، عم بيتخانق مع حدا صحافي، ما بقى في هيله، يعني الغموض راح عند الفنان. نفس الشيء انا بحس قلقي لما الفنان بيطلع كلجنه حكم هلا، كان قلقي انه إذا خلص مش بيفقد. هلا عم أقول لك بالأمور وبالحياة اللي إحنا الحياة الحديثة اللي عم نعيشها كل شيء تغير. هلا صرت كل ما بتطلع على التلفزيون أكتر كل ما عندك انتشار أكتر وكل ما الناس بتتذكرك أكتر وبتطلبك أكتر. من زمان كان كل ما بيختفي الفنان كل ما هيلته بتكبر وقيمته بتكبر، فالحياة كلها تغيرت. هذا تصريح قلته من زمان. وكيف بتلاقي تجربة نجوى كرم، أحلام، يارا، أنغام بلجان تحكيمية؟ بالعصر بالشيء الحديث اللي عم نعيشه، وعم اقول لك انا التواجد على التلفزيون صار اهم من الفن بحد ذاته. مين انجحهم كعضو لجنه التحكيم؟ مين انجحهم؟ لك كل واحد كان الحلو انه كل واحد برز بشخصيته. اي بس مين انجحهم؟ برز بشخصيته. مين صار لك لانك صريحه مش هيك؟ مين ابرزهم؟ حبيت نجوى كرم كيف طلع بشخصيتها، مش عم تفتعل شخصيه ثانيه، مثل ما هي بالحياه، مثل ما هي على المسرح، وقت ما هي وين ما بنشوفها شفتها بلجنه الحكم. احلام نفس الطريقه كمان، شفتها بطريقتها هي عندها عنفوانه وبتحكي الكلمه ولو بدها تجرح بتقولها قالتها. اصلا هي هيك راغب كمان، يعني عم بحس كل حدا عم بحافظ على شخصيته مشان هيك الناس عم تقبلهم بلجنه الحكم. اذا بتسمحي كارول بوجودي بقول في كثير احاديث ومانشيتات بالصحافه الالكترونيه والعربيه مفاده بانه في خلافات بين نيشان والمطربه الصديقه نجوى كرم. ما في ولا خلاف ابدا وبس. هاي جديدة خبرية. ايه جديدة. يعني اليوم بعدنا وصلتني بريكنج نيوز، خلصنا بقى. نجوى صديقة ويعني وشوكي بعين الحسات، خلصنا بقى. صح. شو هالحديث؟ آخر سؤال كارول سميحة. فيروز وصباح وسميرة توفيق غنوا لعلي. وأنت غنيتي لعلي. من مين علي انبسط أكثر شيء؟ بأداء مين؟ أنا خطبت غير جيل. بعدين بحط دايما فيروز وصباح حطهم بغير مطرح. وأكيد الفنانة سميرة توفيق فنانة كان عندها شعبية غير طبيعية بالعالم العربي. بس نحن عم نخاطب غير جيل، يعني غير جيل العلي اللي أنا عملتها هاوس. العلي تبع الصبوحة. العلي تبع الصبوحة وأنا عملتها في عمل استعراضي، كانت نكتة، كان شيء مهضوم طريف، يعني منا أغنية هالقد جدية عليه، يعني ما بيتقارنوا الأغاني ببعض، كانت أغنية فيها من وراها مشهد استعراضي، الكليب كان استعراضي. كارول اسمحي لي لك بنهاية هذه الحلقة إنه في سؤال واحد كنا متفقين إنه ما نطرحه، طرحته أنا. بعتذر منك إنه طرحته، مش رح أقول شو هو السؤال ولا شيء، بس أنا بعرف إنه بس أنا حبيت دغدغك بالسؤال. ما لا لي انت هلا ما دغدغتني بس انت لانه حدا بيقول لك مثلا هالموضوع بلا ما نحكي فيه، ما نحكي فيه اجمالا، بس لانه انت لانه هيك هالقد بحب وانت صريحه وقلتي لي بالبدايه اعطيتيني جرين لايت، قلتي لي نشان انا ما بحب كل سؤال له جواب عندي. صح. بس هالقد انت هيك ما حبيت الا اكون هيك معك على الهوى. كل اللي بيحبوا كارول سميحة والنكتار بشرم الشيخ موعدهم معها ب 19 أغسطس أول أيام عيد الفطر المبارك بسوهو سكوير. نجمتها بكرة النجمة الممثلة والمقدمة البرامج النجمة اللي بتضوي كتير ميسا مغربي. كيف بتقدميها لميسا مغربي؟ ميسا وردة من الخليج طلت على الشاشات العربية بحضورها بجمالها، بتزروها بكرة مع نيشان بحلقة مميزة. طلع فيي هيك هودي مش عينيك يخلي لي عيونك. كارول سميحة النجمة اللبنانية العربية، شكرا لك. ميسي نيشان، شرفتيني.
وانا كمان، وبدي اقول رمضان كريم لكل المشاهدين بالعالم العربي ومسي نيشان على باي سندريلا. شكرا لي نقطع الدرج. اوكي واخيرا تصبحوا على خير. غدا مع ميسا مغربي، الى اللقاء.